لو انا عاوز دلوقتي اديزاين لو باس فلتر واللو باس فلتر ده يبقى اف اي ار فلتر والاوردر بتاعه ان بتساوي 21، يعني عنده الاتش اوف ان بتاعته عباره عن 21 نقطه بس، ما فيش بعد كده يعني النقط اللي بعد كده بتساوي صفر. اوكي، فلو انا عايز اعمل لو باس فلتر، لو باس فلتر ده مواصفاته ان هو يبقى من 0 لغايه 125 هرتز و0 elsewhere. اوكي، فاللي هعمله كالاتي، ان انا هاخد الكلام ده احوله في الاخر لايه، يعني المواصفات بتاعتي اللي هي عباره عن اوميجا اللي هي بتبقى فانكشن اوف اوميجا. فمعنى كده بتكلم ان انا خليت انا عندي السامبلنج ريت بتاعي هنا عباره عن 1000 هرتز، فمعنى كده بتكلم على ان انا لو عملت مابنج ل 125 دي ريليتيفلي دي، طبعا الماكسيمم فريكوانسي بتاعنا هو عباره عن دي على 2. اوكي، دي على 2 معناه ان الماكسيمم فريكوانسي بتاعنا 500، ف 125 على 500 يديني باي اوفر 4. اوكي، يعني عشان تبقى يعني بعتبر ال 500 دي تبقى مقابله الباي راديان، عشان بقى واخد الكلام ده اوميجا زي ما كنت بتكلم، يعني دي الاوميجا مش اوميجا على باي ولا كابيتال اوميجا. فالرينج بتاعنا ده هو اللي المفروض يعدي، والرينج الثاني بقى لغايه باي ده ما فيش المفروض يعدي. لو انا خدت الفلتر بتاع الريسبونس بتاعي دوت وجبت له الاتش دي او ام بتاعتي بتساوي كام، يبقى انا بحسب دلوقتي الانفرس زي ترانسفورميشن او انفرس ديسكريت تايم فوريير ترانسفورميشن للشكل ده كده. اوكي، ده هو نفسه زي ترانسفورميشن بالظبط، يعني لو انا خدت ده وحسبت له الانفرس زي ترانسفورميشن هيطلع لي الاتش دي اوف ام بتاعتي. فلو انا حسبته اوكي ممكن احسبه في الديسكريت تايم انفرس ديسكريت تايم فوريير ترانسفورميشن، او ممكن احسبه انفرس زي ترانسفورميشن. لو انا خدته في الانفرس ديسكريت تايم فوريير ترانسفورميشن هيطلع لي في الاخر الشكل بتاع الامبلس ريسبونس بتاعي عباره عن سينك فانكشن. اوكي، سينك فانكشن في لما يعني ان ما بتساويش صفر وبتساوي 0.25 عند ان بتساوي صفر. طبعا السينك فانكشن دي زي ما احنا عارفين دي كفانكشن دي ممتده من ان بتساوي ناقص انفينيتي لانفينيتي. فدلوقتي انا ما ينفعش ان انا يكون عندي الامبلس ريسبونس بتاعي في اف اي ار فلتر يبقى لو انفينيت اكستنت. فانا اللي هيحصل ان انا دلوقتي هاخد ويندو حوالين الـ او جزء، يعني تاخد جزء من الامبلس ريسبونس دوت عشان اطلع الاف اي ار فلتر اللي انا عايزه. فاللي هعمله دلوقتي ان انا هاخد الويندو بتاعتي اللي هي عباره عن 21 دي، هاخد عدد من النقط حوالين الزيرو، يعني هاخد حوالين الزيرو 10 نقط من هنا 10 نقط من هنا، والزيرو نفسه يبقى 21 نقطه، ويبقى هو ده الفلتر ديزاين بتاعي، يبقى هو ده الفلتر ريسبونس بتاعي. فبيسكلي عملنا ترانكيشن دلوقتي ل اتش دي اوف ان اللي هي الديزايرد امبلس ريسبونس بتاعي بان انا ضربت الكلام ده في ويندو. فنتيجه لكده بقى الاتش زي يعني هات بقى اللي هي عباره عن الترانسفورمد اف اي ار فلتر بتاعي هيبقى عباره عن النقطه بتاعت اللي هي النقطه اللي في النص اللي هي بتمثل لي اللي هي ان بتساوي زيرو، وفي عندي 10 نقط 10 نقط من ناحيه و10 نقط من الناحيه الثانيه. اوكي، فدي طبعا حاجه مهمه قوي ان احنا دلوقتي عشان نخليها تبقى بالشكل اللي هو المعتاد بتاعها خلينا ان الزيرو دوت يبقى هو نقطه رقم 10، وانا مبتدي من زيرو لغايه 9 وبعد كده من 11 لغايه 21 او 11 لغايه 20. اوكي، عشان يبقى التوتال بتاعنا يبقى عباره عن 21 نقطه. اوكي، فاحنا تاني كل اللي عملناه دلوقتي ان احنا خدنا الفلتر ريسبونس بتاعنا اللي هو في اللي هو موجود عندي في الديسكريت تايم فوريير ترانسفورميشن بتاعي. اوكي، او في الانالوج دومين بتاعي بمعنى صح، ده اكشوال دي انالوج ريسبونس بتاعي، حولته ديسكريت ديسكريت فريكوانسي ريسبونس. اوكي، او ديسكريت تايم ريسبونس. اوكي، خدت ديسكريت تايم ريسبونس ده حسبت له انفرس دي ترانسفورميشن، وعملت بعد كده ترانكيشن للحاجه اللي طلعت لي اللي هي انفينيت امبلس ريسبونس فلتر ده، خدت منه بس عدد من النقط بيساوي عدد النقط اللي انا محتاجها في الاف اي ار فلتر بتاعي. اوكي، فده طبعا باستعمال ويندو، يعني هنا انا اكشوالي بسيوم الويندو بتاعي عباره عن واحد في الجزء اللي انا بعمله سيلكشن وزيرو اذروايز، انما اكشوالي في سيلكشنز للويندو كمان عشان تخلي لنا الريسبونس بتاعنا احسن زي ما هنشوف دلوقتي.